بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات، فإنا نتقرب إليك بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم زده تشريفا وتكريما وتعظيما. اللهم لا تحرمنا في الآخرة من شفاعته يا رب العالمين، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فقد وصلنا في شرح القواعد المختارة من كتاب الشيخ زروق قواعد التصوف وشواهد التعرف إلى قاعدة تتعلق بأسرار وخصائص الأسماء والأذكار. قال رضي الله تعالى عنه: كل اسم أو ذكر فخاصيته من معناه، يعني لكل اسم أو ذكر من الأذكار خاصية، هذه تفهم من المعنى، وتصريفه في مقتضى الأسماء والأذكار لها تصاريف في مقتضى ما تضمنه من معنى، وسره يعني السر يتحقق بالذكر أو الدعاء بهذا الاسم في عدد معين، وسره في عدده، وإجابته على قدر همة صاحبه. يبقى إذن الذكر أو الأسماء أو الأذكار لها إيه؟ خواص. يعني كل اسم من أسماء الله الحسنى له إيه؟ خاصية. يعني معناها الذكر بها ليس واحد، كل اسم يختص بإيه؟ بمعاني أو أسرار ليست في إيه؟ في الاسم الآخر. خلاص فهمنا كده؟ خواص الأسماء، زي ما جعل الله تعالى في مخلوقاته خواص، كذلك في الذكر باسم معين أو بورد معين في إيه؟ خاصية. يعني هذا مثلا في رفع البلاء، هذا في جلب الرزق، هذا في دفع الأمراض، هذا في السعادة، هذا في، ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، لم يجعلنا إيه؟ نذكر أو ندعو باسم واحد، وإنما كل يدعو بما يناسب حاله. واحد مثلا في كرب يقول: يا من يجيب المضطر إذا دعاه. واحد يريد الرزق: يا رزاق. واحد يريد له النجاة من الهلكة، آخر يريد السعادة، آخر يريد النصر على الأعداء، آخر يريد أن ينتقم الله تعالى له من الظلمة، فيقول: يا منتقم يا جب. أو ما تسمع إنسان يدعو ويقول: يا منتقم يا جبار، أو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فاعلم أنه وقع عليه ظلم. إنما لما يجي واحد يقول: يا باسط، تلقاه معناه عنده إيه؟ سعة. وهكذا كل اسم أو كل ذكر له خاصية، والتصريف يكون في مقتضى هذه الخاصية، وسر الاسم متى يظهر؟ في عدد معين، والإجابة متى تحصل أو كيف تكون؟ على قدر همة صاحبه.
لما يكون الهمة قوية فتكون الإجابة إيه؟ أسرع. فمن ثم، يعني من هنا، إذا كانت المسألة لها الأسماء والأذكار لها خواص ولها تصاريف في مقتضاها ولها أسرار كل واحد فيه في معناه، والإجابة تكون بحسب حال الداعي، بحسب همته، بحسب تقواه، بحسب قربه من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن لو أنه عندك ألم أو عاهة أو شيء تشكو منه أو ضر أو أزمة، ممكن واحد يدعو لك يعني من الصالحين، ففي الحال يحصل التأثير، وأدعو لك أنا أو يدعو لك، فتأخذ وقت إيه طويل. كل واحد على حسب الإيه الهمة. كان سيدنا عمر صاحب همة عالية، لو أنه وضع يده على إنسان مريض أو يتألم ودعا له أو قرأ أو بس وضع يده لو قال بسم الله يرفع الله الألم في الحال. أما غيره الآن لو وضعت أيدي الإنس والجن فمن ثم لا ينتفع عالم إلا بجلي واضح المعنى. مش نقولنا خاصيته في معنى؟ يبقى العلماء ينتفعون بما هو جلي واضح المعنى، ولا جاهل إلا بخفي، لأن الجاهل تخفى عليه معرفة المعاني. يبقى إذن الجاهل ينتفع بما لا يعرف معناه، والعالم ينتفع بما يعرف معناه. طب من كان بينهما؟ يعني في عالم وفي جاهل وفي متوسط. يبقى العالم ينتفع بواضح المعنى، والجاهل ينتفع بما خفي معناه، ويبقى من بينهما بينهما، يعني يبقى في الوسط، يعني ينتفع أو لا ينتفع، يبقى هو في منزلة بين المنزلتين. يلا يا أخي قل. ولزم اعتبار العدد الموضوع شرعا. يعني واحد يسأل كيف نجعل للأذكار أو للذكر عددا؟ أولا العدد ده في وضعه أو في تحديده طريقتان. الطريقة الأولى الشرع، كما جاء في أحاديث صحيحة متواترة أننا أمرنا بالتسبيح بعد الصلاة ثلاثا والتحميد ثلاثا أو أربعا والتعداد معين الشرع، أو أحاديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة، أو من قال أستغفر الله 70 مرة، في بعض الأحاديث 40، حسب ليه ما ورد. يبقى هذا اسمه إيه؟ موضوع شرعا. يعني إيه معنى شرعا؟ يعني بالنص، سواء في القرآن أو في السنة. طبعا ما فيش في القرآن ذكر أعداد، فالمراد بكلمة شرعا يعني في إيه؟ في السنة. والمستخرج استنباطا، يعني في أشياء وضع العدد أو ضبطه بطريق الاستنباط، يعني الاجتهاد. فكما أن الفقهاء في الفقه والأحكام العملية يجتهدون، فيستطيعون تحديد شيء عن طريق الاجتهاد. يعني مثلا الليلة، الزوجة مثلا لها في كم حق ليلة، كم ليلة في الأسبوع؟ الأسبوع 7 أيام. فما فيش نص أنه يعني مثلا هل من حقها في الأسبوع ليلة واحدة ولا ليلتان ولا من أين؟ فالاجتهد إيه علماء الصحابة أنه أفرض هو متزوج 4، كيف يقسم ليلتان؟ هذا استنباط. يعني إيه استنباط ده؟ عمل مين؟ عمل العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه، يعني يجتهدون في الوصول إلى الحكم. يعني مثلا رجل حلف على زوجته لا يقربها حينا، الحين ده
أمر. فاختلف الصحابة حسب الروايات. سيدنا أبو بكر لما سمع قال لا يقربها إلى الموت. منين أتيت بهذا؟ قال من قوله تعالى ومتعناهم إلى حين، يعني إلى حين موته. لما راحوا لسيدنا عمر قال 40 سنة. منين أتيت الحين 40؟ هل أتى على الإنسان حين من سيدنا آدم ظل على الطين يعني هيكل من غير روح 40 سنة؟ حين من الدهر. راحوا لسيدنا عثمان قال لا يقربها سنة. الأول كان إلى الموت، بعدين أصبحت كام؟ 40، بعدين أصبحت سنة. قالوا من أين جئت؟ قال قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين، يعني النخلة تطرح أو تأتي بالثمرة كل عام كل سنة. فسيدنا علي قال يوم وليلة، من أين جئت؟ قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالحين يوم وليلة. يبقى الأولياء استنبطوا زي الفقهاء، يعني في اجتهاد في التصوف كما أن هناك اجتهاد في الفقه والمستخرج، يعني استخرجوا إنه هذا الذكر. طب كيف استنبطوا؟ ممكن يكون الاستنباط بقرائن، بأحوال الذاكرين. وجدوا إنه مثلا الشيخ يعطي الإذن للمريد، فيجد الأنوار والفتح وعلامات الاستقامة بدت عليه عند عدد معين، فيعرف أن تأثير هذا الذكر حصل عند هذا العدد. خلاص؟ يبقى إذن لازم اعتبار العدد الموضوع شرعا والمستخرج استنباطا، يعني استخرجوه استنبطوه لتوقف التحقيق عليه حسب سنة الله. ربنا سبحانه وتعالى له سنن، له قانون في الكون، إنه في عدد معين يؤثر وفي عدد لا يؤثر. زي ما ربنا سبحانه وتعالى في قانون كوني في الأعداد، السماوات 7، ليه ما خلاش 8؟ كان ممكن يخليها 1000. ففي سر أو في شيء يقتضيه هذا العدد، السجود على 7، الطواف 7 ايه اشواط، السعي 7 ايه اشواط، رقم 7 لي محورية كونية عجيبة. لو يعني في كتب مؤلفة في اسرار هذا العدد او في رقم ايه 7. ما تجيش يقول مثلا ابواب جهنم 7 وابواب الجنة 8، الله اعلم. ف يلا، ولازم اعتبار العدد للموضوع شرعا. يبقى العدد ده منين جابوه؟ يا اما من الشرع، يا اما من الاستنباط او الاجتهاد او من المجربات. والمستخرج استنباطا لتوقف التحقيق عليه حسب سنة الله. فاما الكتب والتفريط في الشكل ونحو فامر مستفاد من علم الطباع والطباع، يعني الكتب يعني تكتب بطريقه معينه ويبقى لها تاثير. يعني عارف الناس كانوا يكتبوا، عارف الرقيه وكتاب كده زمان سماه حجب، وكتب يتبرك بها الانسان. وممكن لو هو كتب هذا الكتاب ووضعه في قماش سواء في رأسه أو على كتفه ممكن يحفظهم من السحر أو من الأشياء كثيرة، وهذا من المجربات. بس يكتب بطريقة معينة على هيئة معينة، لهم نظام في الكتابة. وبعدين الشكل، هل يعني في شكل أو ما فيش ونحو ذلك، ده مش راجع إلى الكتاب والسنة، إلى علم الطباع والطبائع. يعني هذا راجع إلى قوانين الطبيعة. يعني في أشياء لا تقول أين الدليل عليها من القرآن، هذا دليلها الواقع، دليلها الوجود. يعني أين الدليل من الكتاب والسنة أن الماء يغلي عند درجة حرارة؟ الواقع، التجارب. ولا يخفى بعده عن الحق والتحقيق،
يعني في بعد عن الحق، يعني بيشوبوا شيء من الباطل أو شيء من البدع. وعند التحقيق أيضا في ما يرد وفي ما يقبل. فلهذا قال، فإذا قال ابن البنا رضي الله عنه، ابن البنا رضي الله عنه اللي هو السرقسطي الأندلسي، تمام، صاحب كتاب الفتوحات الإلهية، أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي، وشهرته ابن ابن البنا، تمام. قال ابن البنا، قال باين يعني باين يعني غير، يعني اترك البينونة، باين البونية وأشكاله. البوني اللي هو صاحب كتاب شمس المعارف الكبرى، وله أشكال وجداول ومشجرات عجيبة. قال اترك هذا، باين انه في ناس بتستعملها في السحر وفي خراب البيوت، ولها ايضا مجربات في الخير، لكن نفوس الناس ضعيفة. فابن البنا وكان رجلا عالما فقيها اصوليا، قال باين يعني اترك البونية واشكالها، يعني الكتابات والاشكال. ووافق خيرا النساج وامثاله، في واحد تاني اسمه خير النساج هنتكلم عنه. وقال الحاتمي، الحاتم هو مين؟ ابن عربي الحاتمي. قال الحاتمي رحمه الله: علم الحروف علم شريف لكنه مذموم دينا ودنيا. قال هو علم شريف لكن لاستعماله فيما لا ينبغي، في علم اسمه علم الحرف والرقم والحساب الجمل، قال لكنه مذموم دينا ودنيا، وحيبين وجه الذم. فاعلم ذلك وبالله التوفيق. قلت له الشيخ مين؟ الشيخ زروق. هو مذموم دينا. لماذا يذم دينا؟ لأن صاحبه اللي يشتغل بالحروف والأوفاق والجداول ينهمك في الأخذ بالأسباب المتوهمة، أسباب يعني مش محقق إنه حيحدث عندها الأثر، شيء وهمي فيبالغ فيه. وهذا قادح في مقام التوكل، عشان كده هو مذموم مذموم دينا باعتبار الاجتهاد في المسبب كالمبادرة بالكي في التضبب. يعني هو بيقدح في مقام التوكل. مقام التوكل انك انت لا تبالغ في الاخذ بالاسباب، ما تجتهدش فيها اجتهاد باعتبار الاجتهاد في المسبب. زي واحد يكون عنده مرض فيستعجل ويبادر، لأنه أسرع شيء في تحقيق الدواء الكي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، قال آخر الدواء الكي بالنار، ولكنه يقطع أثر. كالمبادرة بالكي في التطبب، لأنه من نزق النفس، يعني من رغبات النفس ورعونة النفس واستعجال البر، يعني هو بيستعجل الشفاء، المفروض يعني يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وقت الشفاء شفاه الله، لكنه يستعجل. فافهم، وهذا وجه هذا وجه الذم دينا. أما دنيا فلأنه شغل في وجه يخل بعمارتها. يعني لو سيبنا الناس يكتبوا طلاسم وكتب وأوفاق وجداول، ما حدش حيزرع ولا يصنع، ولا الناس حتشتغل في الأوهام. فهذا يخل بعمارة الدنيا، لأنها مبنية على على قوانين. لو قلنا أنا مثلا حعمل هذا الكتاب عشان يعمي المصحح فيرى الإجابة الخطأ صحيحة، وكل واحد يتوهم ومش حيذاكر، فهذا يخل بعمارة. لكن ممكن يحدث، الله أعلم.
قد يكون في تأثير فعلا. ومجرد في بعض الصالحين بيقول لك لو كتبت ورقة كده أو قلت كلمات ودخلت على إنسان تخاف أن يراك فإنه لا يراك، تمر أمامه ما يشوف. في هذا جر فعلا، لكن لو احنا انشغلنا في هذه الأمور هنخل بإيه؟ بعمارة الدنيا. نتوكل على الله، وهذا قادح فيه، فهو مذموم من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية. يلا أخي، إن لكل ذكر أو اسم من الأسماء الحسنى خاصية. احنا قلنا اتفقنا على أنه كل اسم أو كل ذكر له خاصية، يعني خاصية ليست لغيره، هذا مختص بكذا. أنا عاوز ربنا انتقم ممن ظلمك يا منتقم، فهذه خاصيته في الانتقام. ما تقولش مثلا يا قدوس يا هادي، هذا في خاصية أخرى، أنت عاوز الانتقام مش عاوز الهداية. يلا. إن لكل ذكر أو اسم من الأسماء الحسنى خاصية وتصريف وسر وإجابة، يعني تتصرف به في دائرة معينة، وله سر، والسر بنقوله في العدد، والعدد يحتاج إلى إذن. ليه؟ لأنه الشيخ جرب قبلك ويعني راجع إلى إيه؟ سلسلة إسناد، يعني أخذ عن شيخي وشيخه عن شيخه، والإسناد فيه بركة. حيث تكمن خاصيته في معناه، ويكمن تصريفه في مقتضاه ولما جعل له، ويكمن سره في عدده المطالب به الذاكر، كما أن الإجابة تتوقف على قدر همة صاحبه. قال الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رحمه الله: وللأعداد سر خاص يستفيده من يكابده. يعني لو واحد عاوز يقف على سر العدد في الذكر، هذا يحتاج إلى مكابدة، إلى مجاهدة. وهذا عشان يعني أحب يعني أن أقول أنه في بعض الناس ينكر ويعترض وكذا، فالأولى ألا نذكر هذا للعوام، لأنه لا يستطيع فهم هذه الأمور، هذه للخواص. المصيبة الآن في هذا الزمن أننا نقول الكلام النفيس، العلم اللي هو إيه الذي لا يليق بالعوام ولا يليق بطبقات، إننا نذكره لمن هب. هذه هي المصيبة. هذا لطائفة مخصوصة، يعني كان الشيخ يكابد المريد ويقعد معه سنين طويلة ولا يطلعه على أسرار الأسماء حتى يطمئن إلى أنه صار من مريدا صادقا. مش أي إنسان في أي مجلس تقول هذا الكلام، تواجه بالإنكار وبالشتم وباللعن وبالتكفير، ولا تستطيع أن ترد، لأن هذه أمور تخضع للمكابدة والتجربة. كيف تقنع الإنسان؟ مهما يعني لا تجد لا في الآيات أحاديث الآيات نص صريح، ولا الأحاديث ولا كذا، فلا يمكن إقناعه إلا بأن يسلك الطريق ويتربى حتى يقف بنفسه على المعاني، فبعد ذلك لا ينكر. يلا. وأنت ترى هذا السر فيما ورد في السنة النبوية. مثلا يعني أنا ممكن أسأل المنكرين وأقول لهم في السنة النبوية أمرنا بعد الصلاة بالاستغفار، ده موجود في الصحيح، أن نستغفر الله 3 مرات. أفضل واحد يقول لك أنا أستغفر، هذا مخالف 3. وبعدين ده حتى الوضوء الغسل 3 مرات، فمن زاد فقد أساء. رغم واحد يقول لك زيادة الخير، لا انضبط في ال يعني أنا مثلا لو أنا قلت للطالب في الامتحان أجب عن 3، أجب 5 أسئلة، أقول أجب عن، لو أنه زاد وأجاب صحيح هذا يجعلني لست راضيا، فممكن أعطيه درجة أقل لأنه خالف أو لا. أنا قلت أجب عن 3، فلماذا تزيد؟ أنت كده بتفكر بعقل إبليس.
فمثلا نجد استغفار الصلاة ثلاثا والتهليل التهليل بعد الفجر وبعد أقول لك لا إله إلا الله 10 مرات، والاستعاذة من النار جاءت في الحديث 7 مرات، التحميد والتكبير والتسبيح 33، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أعداد وردت ثابتة في السنة. وربما أشبه الذكر المحدد العدد الدواء تنعدم فائدته عند الزيادة فيه أو النقص أو الإفضال. شوف سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم شبه الذكر المحدد بالدواء. لما يجي الطبيب يقول لك 3 جرعات أو كل 8 ساعات الحبوب أو الحقن، فالدواء ده إذا أنت زدت في الجرعة أو نقصت لا يحصل الشفاء، يعني لا تحصل الفائدة إذا لم تلتزم. لما يجي واحد يقول لك لماذا الطبيب يحدث 3 سنين؟ هل هذا في كتاب الله؟ هو حدد بناء على إيه؟ على التجربة. والناس بالنسبة لخواص الأسماء والأذكار وأسرارها وأسرارها وتصريفاتها على 3 أقسام. يعني لما احنا الناس والمجتمع اللي احنا عايشين فيه على 3، في عالم وفي جاهل وفي متوسط. فالعالم لازم يعرف ما معنى عالم، والجاهل ما تخلوش يعرف بس. طب والمتوسط مرة يعرف ومرة ما يعرفش بينهما، يبقى شوف كده، عالم لا ينتفع إلا بالواضح، وخفي لا ينتفع إلا بما هو خفي، ومتوسط بينهما قال الشيخ زروق، ويبقى من بينهما، يعني بين العالم والجاهل، ويبقى من بينهما بينهما. فالعالم ينتفع بالجلي واضح المعنى حيث إنه وقف على خواص، وقف على الخواص وأدرك الأسرار. والجاهل هو الجاهل مش عارف المعنى، بس عنده قوة في نفسه كده يعظم في نفسه، هو معتقد، عنده اعتقاد. الجاهل عنده اعتقاد إنه ده في شيء في سر هنا، عنده إيه؟ يعظم في نفسه ما يتوهمه من قوة الخواص والأسرار، ولهذا ينتفع بتعظيمه. قال الشيخ زروق في علم الحروف لا ينتفع به إلا عالم يعرف حقائق ما يتحرك فيه أو جاهل، بس الجاهل بشرط الاعتقاد، يعظم ما يتوهمه من قوته. فلذلك لا ينتفع عالم بمجهول ولا جاهل بواضح، بل بمبهمات. وأما من بينهما أي من الفئة المتوسطة بين العالم والجاهل فيبقى أيضا متوسطا في حاله، ويبقى من بينهما بينهما. العدد واعتباره في الذكر، اعتبار العدد على نوعين، إما أن يكون معتبرا بصريح الشرع وإما أن يكون مستنبطا. يعني يجيش واحد يعترض يقول لك أنتوا ليه بتعملوا أعداد؟ يا أخي ما احنا قلنا احنا هل احنا دلوقتي لما يجي الشرع يحدد عدد، لما ربنا أو الأذكار اللي هي بعد الصلاة مش دي أذكار؟ ما ترجع لكتاب الأذكار للنووي يقول لك الأذكار دي 33. هل في عالم اجتهد وقال خلوها 35 أو 40؟ التزمنا طالما في تحديد من الشرع إلى الآن، من ساعة ما يعني شرعت في الإسلام من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ما أحد قال لك سبح 23 أو سبح 33. هل تغيرت؟ وبعدين في أمور حددت بناء على إيه؟ على استنباطات الأولياء. الأولياء عندهم كشف، عندهم إلهام، عندهم تجليات، ربنا بيفتح عليهم، يعني ربنا يفهمهم أشياء أسرار في الأعداد فيلتزمون بها. هل هذا تشريع مع الله؟ إيه دخل يعني؟ هل هذا كهنوت؟ هل هذا بس من الذي يفهم؟ ما أنت أصلا تخطئ لما تتكلم هذا الكلام وسط من لا يفهم، أنت السبب في إنكار الناس، فهذا لا ينبغي الكلام به عند العامة.
فإذا لم يعين شرع عددا فيرجع إلى العلماء أهل الإسلام. يعني إذا الشرع لم يعين عددا، طب إحنا نعمل إيه؟ هل إحنا نعين من أنفسنا؟ وهنا يعني أريد أن أكون ملتزما، لأن لو تركت أنا الشيخ الطريقة، لو تركت المريد بمزاجه ممكن مرة يذكر 10 مرة 1000 مرة مش هيبقى فيه انضباط. فلا بد من تحديد، يعني كيف أحدد؟ أرجع لمين؟ للأولياء. الأولياء لهم تجربة صادقة مع الله، الأولياء لهم كشف، الأولياء عندهم إلهام. أمال إيه معنى العلم اللدني؟ الله تعالى يعطيه السر أو يفهمه إنه هنا العدد هذا التزم به. يبقى وهو رجل إيه ظهرت على يديه كرامات، ورجل صالح، فأنا أتبعه ليس على أنه نبي ولا على أنه مشرع، وإنما على أنه رجل له ولاية. الله تعالى فين الفتح؟ فن الإلهام، فن التجليات. وكما أن هناك علماء في الفقه يستخرجون مش في علماء في الفقه يستخرجون الأحكام، كذلك هناك علماء في هذا الشأن يستخرجون ويستنبطون أحكام كل اسم وخاصيته وعدده إلى غير ذلك. يقول لك هنا عدد معين. فأما الكتب والتفريط في الشكل ونحوه فأمر مستفاد من علم الطباع والطبائع، ولا يخفى بعده عن الحق والتحقيق. يعني قال لك ما تهتمش به، يعني ذا كده يعني ما بقاش عندك يعني ولا زائد. لو مثلا واحد من الصالحين كتب ليك أو ممكن على التبرك، بس لا توغل. أي الأصل في السالك أن يجتنب التكلف في البحث عن الشكل والحروف. الأصل أنك تجتنب البحث عن الشكل والحروف والأوفاق، وهي مجربات في مثلث الإمام الغزالي، في أمور كده مربع وتكتب بطريقة لها إيه فائدة ولها تأثير. في بعض الناس كان يكتب كده بعض الآيات أو على الحائط فيمنع دخول الهوام او الثعابين، او وفي مجربات تكتب على الابواب، اللص عندما ياتي للسرقه لا يرى الباب، يرى حائط كده. عجيب في الكون، هذا اسرار وعجائب. اسهل شيء في العلوم دي الانكار، اسهل شيء، لأنه يريح النفس. يلا. الأصل في السالك أن يجتنب التكلف في البحث عن الشكل والحروف، ومن شغل به المعنيون بعلم الطبائع. يعني اللي خلى البوني ينشغل بهذا النراح الطبائي اللي يوافق طبيعة هذا الشيء، يعني انشغلوا بعلم الطبائع وعلم الطباع يعني النفوس، ويعتني بتصحيح أحواله بحيث إذا حسنت يستجيب الله له إكراما. يعني قال لك بدل ما تشغل نفسك بالبوني وأشكاله، خليك مع خير النساج. من هو خير النساج؟ خير النساج رجل كان يعتني بتصحيح أحواله، بدل ما تنشغل بالكتابة. نعم. وقد افتتن بالعلوم الروحانية وعلوم التصريف من الحروف قوم من فقراء الصوفية. في بعض الصوفية انشغلوا جدا بالروحانيات وعلم الحروف، فوقعوا في الكفر والسحر مع الإغال ومع الجهل والعمل بالمجهولات. وبعدين أداهم هذا اللي هو الكتب وتفريق الأسماء، يفرق الأسماء، لا يكتب الكلمة كاملة، لا ده يكتب حرفين هنا، وقد يؤدي إلى تقطيع الأسماء الكريمة وإفساد نظم حروفها وكتبها بغير ما يحل. في بعض الناس يكتبونها مثلا بالدم، أو يكتبون باللبن، أو يخلطون شيئا بغيره، يكتبون في بعض الناس كتبوا بالدم، لأنه يرى أن الجن يتأثر أو يعني لا يطيعك إلا بما هو إيه فيه تحريم أو فيه ضلال.
فيخليك تعمل، وبعدين يريك آثار عشان إيه توغل في وتشتغل، يعني يحقق لك بعض المطالب حتى يوصلك إلى الكفر. حتى هذا في القرآن الكريم، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان فلا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعملوا أشياء يخلوا كتابة ويدفنوها في الأرض أو في أماكن مهجورة أو في القبور فيحدث تفريق. كيف حدث؟ الله تجد كراهة شديدة، يعني يكون الرجل كان يحب زوجته حبا شديدا، فجأة كده يراها كأنها يعني قرد فلا يطيق النظر إليه، يحدث التدريب. وهذا موجود في الكون، ألم يحدث معكم؟ فلذا قال ابن البنا رضي الله عنه: باين البوني وأشكاله ووافق خيرا النساج وأمثاله. وقال الشيخ ذروق في عدة المريد الصادق، في كتاب لسيدنا الشيخ ذروق اسمه عدة المريد، مطبوع في مكتبة السلام، صغير كذا لكن كتاب مفيد، اسمه عدة المريد الصادق للشيخ ذروق. فاعرف ما أنت فيه ثم اسلك على منهاجه تبلغ مرادك في أقرب مدة إن صدقت وأقبلت. يعني يقول لك يعني أسلك واتبع المنهج الحق وكن صادقا تبلغ مرادك، وذلك بأن تنظر في قواك فما وجدته غالبا عليك من شهوة أو غضب. يعني شوف أنت إيه اللي يغلب عليك، هل الشهوة الجنسية، هل يغلب عليك الحدة والغضب والانفعال، فهذب شهواتك أو هذب طبيعة نفسك بنوع لائق من أنواع الذكر أو من الأسماء. يعني ممكن مثلا تستعمل اسمه تعالى يا لطيف أو يا جبار، شوف ما يوافق في تهذيب في تهذيبه بالأذكار اللائقة به والأعمال الموافقة له، ثم لا تزال كذلك. يعني تهذيب نفسك بالذكر حتى يبدو الأثر فيك، ثم يبدو عليك، ثم يبدو منك. شفت كده؟ يبدو فيك، ثم يبدو عليك، ثم يبدو منك. وعلى هذه الطريقة وعلى هذه الطريقة يحوم الشيخ البوني رضي الله عنه في كتبه، وأحسنها في ذلك القبس، اللي اسمه قبس الاهتداء، وهو أخفها مقول. أخف كتب البوني كتاب القبس، لكن أصعبها كتاب شمس المعارف الكبرى، حتى قال الشيخ زروق إنه ظلامها. وقد عرف أن كل اسم خاصية من معناه وتصريفه في مقتضاه وسره في عدده وتأثيره على قدر قوى صاحبه ونفوذه على قدر القيام بمناسبه من الشريعة. فعرف ذلك وسر به تجد الأمر كأنه طوع يدك. ثم قال عن موقف التحقق ويناسبه الفناء والاستقراء. مش قال لك هنا في بعد عن التحقيق عن الحق وإيه والتحقيق، فبيتكلم هنا عن موقف التحقق في كتابه عدة المريد الصادق. فبيقول احنا قلنا يشوف إيه ما يناسب من طبعه وطباعه، وإيه اللي يناسب موقف. وطبعا في بعض النسخ أو في كتاب عدة المريد يسميه موقف التحقيق، إنما النسخة المضبوطة موقف التحقق. يقولوا يناسبه الفناء والاستغراق، عاوز تستغرق في ملكوت الله وتسبح بعقلك وقلبك. إيه اللي يناسب لو أنت عاوز تتحقق بهذا المقام؟ يناسبك الاستغراق والذكر باسمه العظيم والكبير. وما في المعنى ده؟ العظيم الكبير المتعال. ولهذه الإشارة الكلام شرح لا تقوم به السطور، يعني مش ممكن يعبر، يعني تتذوق
ولا تحيط به الصدور، وله مناسبة في الأفعال، وله تصريف من بساط الحكمة دون قصد الأشخاص. وعليه، نعم، وعليه مدار الخمس من الشرعيات والوجوديات. شوف بيقول لك المقام ده اللي هو مقام التحقق، عليه مدار الخمس. في خمس بنسميها الخمس الشرعية، الأمور الشرعية، وفي خمسة تاني اللي هي الوجودية. فعرف هذا المقام عليه مدار الخمسة، هم عشرة، خمسة من الشرع وخمسة إيه؟ إيه الخمس الشرعيات اللي هي الأمور الشرعية القولية والفعلية، اللي هي إيه؟ الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، دي الخمس إيه؟ الشرعيات. فهي من حيث مقصدها تحوم حول هذا المقام، فلا يصل، يعني عاوز يقول لك إيه؟ كيف تصل إلى هذا المقام دون الوقوف مع هذا؟ يعني لا تصل إلى مقام التحقق أيها المريد إذا ضيعت هذه الأمور. يعني إذا ضيعت ما هو اللي هي الأحكام التكليفية، واجب ومندوب وحرام اللي هي الخمس، فإن ضيعتها، يعني ضيعت الواجب والمندوب أو ارتكبت الحرام والمكروه، فأنت إيه؟ ضيعت الشرعيات. طب ما هي الوجوديات؟ الوجوديات لا تخرج عن خمس: الجماد والنبات والحيوان والإنسان والروحانيات إلى الملائكة والجن. يبقى الوجوديات خمسة والشرعيات كم؟ يبقى الوجوديات من حيث مقصدها الأعلى تحوم حول مقام التحقق، إذ هي مرايا تجليات الذات وظهور الأسماء والصفات. يلا يا شباب، فاجمع الهمة، فاجمع الهمة واسلك الطلب، تدرك المراد بجملته، ولا تتبع أهواء البطالين الذين في ناس ما عندهمش عزيمة، ما عندهمش هم، عاوزين يشتغلوا في الكتابة والأوراد والكذا، وعاوزين الدنيا كلها تسخر لهم عن طريق الايه، لا، دول بطالين، لا عزم لهم ولا هم، وعندهم حياتهم كلها فقراء، مع انهم تلقاهم بيسخروا الانس والجن ومش معهم شيء، بينتظروا صدقات الناس ومعاونة الناس. لو كانوا هؤلاء يعني يخلوا الحجارة ذهب ويغيروا خواص الأشياء كانوا أغنوا أنفسهم. حتى حضر الناسحون من طرائقهم في ذلك عموما، فقال باين البنية وأشكاله، بيضيع العمر وضيع الوقت. والبركة كلها في ألفاظ الشرع وأعماله وأقواله وتأديباته. والشيخ البوني، والشيخ البوني اعتنى بعلم الحروف وكذلك، يعني كانت له عناية شديدة بعلم الحروف، وعلم شريف زي ما قال، بس طبعا مذموم دين وإيه ودنيا. فجعلوا أوضاع الحروف وكتبها وشكلها، يعني لازم يتكتب بوضع معين، يعني الخاء ما تتكتبش كده، تتكتب مثلا المقلوبة أو الكاف، يعني في وضع معين يكتب به، عشان كده ما ينفعش أي حد يكتبها. فجعلوا أوضاع الحروف وكتبها وشكلها هي الحاكمة في هذا العالم. يعني ظنوا لما وجد أنه في ارتباط وفي تأثير بالخاصية، فظنوا أن الحروف إذا كتبت بأشكال معينة تكون هي المؤثرة والحاكمة في الكون. هذا غير صحيح، الكون له مدبر سبحانه وتعالى. وربما أشاروا عند العمل بمقتضى هذه الأفكار وما قصد بها إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة. ولذلك يجي يقول لك لا، لازم يكون في حال مناسب لطبيعة الكواكب في الواقع، زي كأنها فيها شبه من عبادة الكواكب. عاوز يقول لك يعني في طلوع الشمس، في كذا، يعني يحصل التأثير في وقت استواء القمر، في وقت ما يكون في كذا، يبقى ده إيه؟ ارتباط بإيه؟ بالطبيعة. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند، لأن هي ليست مؤثرة، ده بل الذي يقول بتأثيرها يكون كافرا. يلا.
وربما أشار عند العمل بمقتضى هذه الأفكار ومقتضيها إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير، لأنه ظنوا أن التأثير يحصل عند أوضاع معينة، فحكموا العقول والطبائع وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل. صحيح ربنا عمل خواص في الأشياء، لكن الحق سبحانه وتعالى لم يترك التأثير للخاصية. وإن ظنوا أنهم يقصدون أو يعبدون الله، لكن هذا يجرهم شيئا فشيئا إلى الشرك أو إلى عبادة الكواكب. ومن هؤلاء الذين رغب الشيخ ضرور في اتباعهم والحرص على تحصيل معارفهم خير النساج. اسمه خير النساج، وده توفي سنة 322. اسمه أبو الحسن محمد بن إسماعيل، اسمه كده خير النساج. كان أصله من سامراء، وأقام ببغداد، صاحب أبا حمزة البغدادي، وكان من أقران الثوري سفيان الثوري وطبقته، وكان يعتني مش بالحروف الكتابة، كان يعتني بتصحيح أحواله، ولم يسلك طريق أسرار الحروف كما في أوفاق البوني وأضرابه. فقال لك خليك مع سيدنا الشيخ خير النساج، يسيبك من مين؟ البوني وأشكاله. فإذا شرح ابن خلدون في مقدمته هذا العلم، في مقدمة ابن خلدون، وهي مقدمة نفيسة عظيمة، المفروض طالب العلم يكون عنده هذا الكتاب، كتاب ابن خلدون والمقدمة. بيقول في المقدمة: اعلم أن علم الحروف والأسماء والأوفاق من تفاريع، يعني هو فرع من فروع السيماء. تمام، السيماء يعني علم خاص، ده فرع ده منه. نقل وضعه من علم الطلسمات في اصطلاح التصرف من اهل من المتصوفة، يعني في ناس اشتغلوا بهذه التصاريف ووضعوا احنا بنسميها طلاسم او اشياء معقدة مركبة، وهي اصل فرع من هذه التفارع. لكن في الصوفية من عندهم غلو وشطط وانشغال، ما هو التصوف اتجاه فيه أهل الغلو، فيه أهل الحلول، وأهل يعني في التصوف جانب شطط بعيد عن الالتزام بمنهج الصحابة والتابعين والأولياء اللي هم غلاة المتصوفة. جنح غلاة المتصوفة إلى ظهور الخوارق على أيديهم، يعني طبعا أنت عارف في الأولياء أو الصوفية بشر، فعاوزين يعني يصل إلى الولاية بسرعة، وعاوز تظهر على إيده كرامات، أو عاوز يعني يبقى شيخ كبير، فدخل في هذه الأمور، يعني كأنه بيعمل كرامات مصنوعة كده مش حقيقية بهذه. فجنح غلاة المتصوفة إلى ظهور الخوارق على أيديهم، يعني لجأوا إلى عناصر الطبيعة وعلم الطلسمات والسيماء عشان يتصرفوا في عناصر الطبيعة تصرف غير عادي، فيظن الناس أن هذه كرامات، ده من تلبيس إبليس. فاستعملوا العام في الخاص، وما وافى القرن السابع الهجري حتى وضع فيه يعني ما وافى، يعني ما لسه القرن السابع الهجري لم يكتمل، حتى وضع فيه التآليف الكثيرة. القرن السابع اللي كان فيه ابن تيمية، مش كان في السابع ولا في الثامن؟ ها؟ المهم القريب يعني، حتى فوضع أبو العباس البوني وكمان الشيخ ابن عربي الحاتمي، فسارت علوم الحروف والأسماء والأوفاق إلى اشتهارة، كيش مشتهرة يعني، زاد اشتهارة بعد الشيخ ابن عربي وبعد الشيخ مين؟ البوني. قال الشيخ زروق في تعليقه على ما نقله عن ابن عربي في ذم علم الحروف دينا وإيه؟
يعني بعد ما نقل الكلام ده عن ابن عربي راح قال قلت أما دينا، يعني هو مذموم من ناحية الدينية لأنه المشتغل به يوغل في الأسباب المتوهمة دون الحقيقية، وهذا معناه قدح في مقام التوكل. وقال في موضع آخر مثبط للهمة وتعمق في الأسباب من غير وجه صحيح. وأما دنيا فذلك لأنه تعلق بأوهام مع توقفه على شروط معدومة، فالعمل فيه عمل غير معمل. فمن شروطه إدراك مبادئه ذوقا، ومعرفة مبانيه تحقيقا، ومعرفة مواقعه حقيقة بنظره، وهذا صعب جدا حصوله، وذلك بعيد من النفوس، فلذلك قل من ينتفع به، قل جدا من يسلم من هذا الأمر إلا على شيخ كامل. يعني عاوزين شيخ محقق مدقق عن، لكن أين تجده؟ معظم الناس يدعون، يعني ولم ينكر الانتفاع، ولكن هذا قليل جدا ونادر. ومن طريق الإعانة في باب الذكر تضرب عنه صفحا عاقلا، يعني العقل يقتضي أنك لا تضيع، ممكن يعني تسلب صحتك، وممكن تحصل لك أمراض نفسية، أصبحت أوهام تسيطر عليك وسنين وأنت لا تجد شيء في الواقع، وتنصرف عن الزواج، ولازم في رياضة، في انقطاع، في خلوة، يعني حيستغرق وقت كبير دون أن تصل إلى شيء. وقال أيضا في ذمه دينا، وذلك قادر في مقام التوكل باعتبار الاجتهاد في المسبب كالمبادرة بالكي في التطبف، لأنه من نزق النفس واستعجال. يعني اللي بيخلي الإنسان يسارع إلى الكي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الدواء الكي وأنهى أمتي عن الكي. قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شربة محجم حجام، والكي. قال وأنهى أمتي عن، يعني الشفاء في الحجامة وفي العسل وفي الكي، وأنهى أمتي عن الكي. والنزق خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحب. يقول لك فلان عنده نزق، يعني عنده خفة وجاهل وأحمق. إذن فقد تبين وجه ذمه الديني كما سبق، وكذلك يتأكد وجه ذمه دنيوي، لأنه يعني معروف وجه ذمه دنيويا لأنه يشغل عن عمارة الدنيا بما أراده الله ودعت إليه الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، والله تعالى.